السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اللي تكون مهمة جدا بالنسبة للدروس ديال لي ديماراج. هاد الحلقة هادي نحاول نطرقوا فيها الفغوياج، الفغوياج بلي دي تيب ديالو ميكانيك والكتريك. على بركة الله، الا ضربت عليك وقف الفيديو ارجع وكمل معايا، سير على بركة الله. نحاول قبل ما ندخل في الموضوع نحاول نشوفوا ان ديماراج اللي تنخدموا فيه الفغوياج، ومن هاد الديماراج هذا نحاول نشوفوا ديماراج ديريكت دو سونس دو مارش. الا اكسيتينا الكونتاكتور الاولاني تيدور لنا الموتور في الاتجاه واحد، ولا اكسيتينا الموتور الكونتاكتور الثاني تيدور لنا في الاتجاه الاخر. كما نشوفوا دابا في لي شيما، اول شيما نشوفوا مثلا الا اكسيتينا كا افون تيدور لنا الموتور في الاتجاه ان، ولا اكسيتينا الكونتاكتور كا اريير يدور لنا الموتور في الاتجاه الاخر. اوكي سي بون. دابا مثلا الا بركنا على لي دو بوتون ديال الافون اريير شنو يوقع عندنا؟ يوقع لنا بطبيعة الحال ان كور سيركوي، و اللي يقد يحرق لنا الموتور، وهادشي اللي ما بغيناش حنايا. دونك الحل باش ان لي دو بوتون ما يتقدوش يتبركوا في نفس الوقت هو الفغوياج. الفغوياج اللي كاين بلي دو تيب ديالو خصهم يداروا، نقدروا نديروا واحد ونقدروا نديروهم بجوج الا بغينا نزيدوا البروتيكسيون. كاين فغوياج ميكانيك وفغوياج الكتريك. نبداو على بركة الله بالفغوياج ميكانيك. الفغوياج ميكانيك كما تتعرفوا نحاولوا ان تنديروا واحد لي بياس اونتر لي كونتاكتور، بياس ميكانيك ما بين لي دو كونتاكتور. دوك لي بياس ميكانيك تيخليو لي دو كونتاكتور ما يتقدوش يتاكسيتا او ميم طون سي بون. دونك تيكون على بزاف الاشكال على حسب لي تيب دو كونتاكتور. المهم نتوما شنو خصكم تعقلوا عليه هو السيمبول اللي رسمت دابا. دابا ندوزو الفغوياج الكتريك. الفغوياج الكتريك نحاولو نابليكيو بالنسبه ل ديماراج دو سونس دو مارش. كما تشوفوا لي بوبين عندنا كا افون كا اريير، تنحاولو نشدو شاكين عندنا كا افون كا اريير دو بوبين، تنشدو لي كونتاكت فيرمي ديال شاك كونتاكتور تنحاولو نديروها قبل من الكونتاكتور الاخر، بحال اللي تنديرو واحد الاطوال. هذا هو البرانسيب ديال الفغوياج الكتريك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه اللي كانت خفيفه ظريفه. الى عجبكم الدرس حاولوا تبارطاجيو مع اصحابكم باش تعمل فائده. على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، ولا عجبك الكونسيبت حاول دعمنا بواحد الجيم، وخلي لنا الا كان عندك شي تساؤل في كومونتير. يلا تهلاو.